السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم بألف خير وصحة وسلامة. اليومين دول داخلين على عيد الأضحى إن شاء الله، هعمل معاكم الفخدة الضاني بتتبيلة مميزة جدا وخطيرة وبسيطة في نفس الوقت، هنشوفها مع بعض. والوقتي هقول لكم على المقادير، مقادير ناعمة ومقادير خشنة، وهنبدأ نعمل الخلطة مع بعض. ومعانا للتتبيلة معلقة صلصة كبيرة، معلقتين من الخل، معلقتين من الزيت كبار، هخلي كويس، وادي معلقة من الملح، رشة من الحبهان، معلقة صغيرة من بهارات اللحمة، رشة من القرفة، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، روزماري، معلقة كبيرة من الثوم المهروس. وهخلط التتبيلة دي كويس قوي، تتبيلة خطيرة جدا مش هتنسي طعمها أبدا. وهبدأ أشقق الفخدة بالسكينة علشان تخش التتبيلة في كل الأماكن واللحمة من جوه تبقى متحيقة. هحاول ادخل كده على قد ما اقدر، افتحها بالشكل دوت واحط على قد ما اقدر. وادي الفخده معايا متبله، والوقتي هحطها في التلاجة ساعتين. بعد ما طلعتها من التلاجة قعدت في التتبيلة دي ساعتين على الأقل، هحطها في صاج الفرن العادي. أهم حاجة يا جماعة في سوى الضاني إنه يستوي خالص، يبقى دايب، يعني خليه ياخد الوقت براحته. وادي بصل قرمة صغير متقطع نصين، وفصوص من التوم تاني، وفصوص من الحبهان، فصين ثلاثة كده بس مش متكتريش. وادي فلفل اسود حصى، ورق لوري، هدوي احلى طعم للحمة الضاني ان شاء الله. وده عود قرفة كسرته، طبعا الفرن حامي مسبقا على اعلى درجة حرارة 200، وهقفل كويس قوي بورق الفويل عشان تستوي على البخار، وهحطها في الرف اللي في النص، ومش هفتح عليها غير بعد ساعة او ساعة ونص من السوى. بعد ما طلعناها من الفرن من الرف الوسطاني، اديها منزلة ميتها برضو ما شربتهاش كلها، هبدأ اسقيها تاني بالماء اللي نزلت منها دي، طعمها ولا اروع كده. معايا استوت، انا جربتها واختبرتها لقيتها استوت، هبدأ احطها تحت الشواية، هطفي الفرن وهشغل الشواية من فوق عشان احمر وشها بس كده. وادي الفخدة بتاعتنا بعد ما اتحمرت وشها كويس، حمرتها كمان شوية، طعمها ولا اروع مش هتنسي ابدا التتبيلة دي، طعمها خرافة. حطيها بقى تحت رز مبهر زي ما احنا عاملين كده، او حطيها على فتة اللي يعجبك. وكل سنة وانتم طيبين، وارجو منكم التفاعل معايا بدوسة اللايك فضلا وليس امرا. فالروحة عايزة تقول لكم كلمة وعايزة تشارك معايا في الوصفة دي. عليكم حبركاته، انت عليكم رز ولحمة ولحمة صغيرة وقوطة ويكسرها ويعملها في الرز. شاطر حبيب، وأتمنى لكم عيد سعيد بألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.